مش نعمل واحدة معناها أقل من 200,000 دينار الواحدة نتاعنا، مش نجيب في 150 130 120 60 فهمني سا ديبون تموجات بالنسبة للواحد، بالنسبة هذا كل مش مهم، بالنسبة للواحد ماتيماتيك شنو اسمه الموديليزاسيون ماتيماتيك نتاع التموجات ولا النيميريك فهمني خاطر ما النمذج النمذج هذا الواحد راهو معناها توا ال سي ديموكراتيز دو بلوس اون بلوس. احنا بيرسونيلمون كمجتمع مدني قادرين من المنظمات عالمية نجيبوها جراتويتمون باش نبداو واضحين، هل هذه ينجم يتم اعتمادها ولا ما ينجمش؟ سو لا ريسبونسابيليتي جوستومون اني قلت لك من منظمة عالمية معترف به معترف به نجم تجيبها لك جراتويتمون، اما انت تقول لي هذه نجم نعتمدها وما نعتمدهاش، لا انا ما نعتمدهاش نمشي نصرف عليها 50,000 دينار ولا 30,000 دينار باش تتعمل وهذاك خاطر هذاك لاكريديتي. بون هذا سؤال اخر ومعناه حاجه اخرى، ماهيش مشكله هذا تو بالنسبه لنا مش مشكله. المشكله نتاعنا احنا اليوم عندنا الدارس والاكستنسيون والتير بلان والواحد معناها كما نقولوا السوبر ستركتور معناها ممكن يتعاملوا لي لوكو الحاجات هذه يلزمها حسب ما فهمت زادا لازمها امور علميه معناها ناس اللي هما تابعين للدوله فهمتني باش يجيو مره اخرى فهمني والا في بيروات نتاعهم باش يشوفوا قداش الاستيماسيون باش تصير باش يعاودوا معناها الاستيماسيون اللي صارت في 2007 باش يشوفوها صحيحه ولا ماهيش صحيحه، واذا كان ماهيش صحيحه كيفاش ينجموا معناها التوندونس نتاعها كيفاش تكبر ولا سي الفولي ما فماش فيه مشكله كبيره برشا. فهمتها؟ خاطر عندنا زاد كما قالت المدام فما معناها دي ديدلاين بالنسبه له كان ما تقدموش توا من بعد ما ينجمش يتعدى يتعدى عام الجاي يتعدى في حاجه اخرى فما حاجات معناها يلزم نسرعوا بهم. نعرفش كان ندور كلمه ويعطيونا معناها ينصحونا لو خيان بارك الله فيهم. لازم احنا كتابيا البرنامج بالضبط مش على ضوء هو انا راس التجهيز ونقول لهم حضروا لي لي تيرم دو انتيرونس. ما تعرفش شكون مربي مدام كتابيا ما تعرفش شكون من الجهه معناتها انتم اللي دوموند تاعكم الجهه معناها توا ما نعرفش لي دوموندور معناها لي دوموندور يعني يظهر لي علاش نطولوا فيها احنا الجلسه هذه ما نجموش نكون حد البزوان يعني لا 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 فيزابيليتي وين تصير قداش قوتها الدراسه تقول إضافة مساحه صالحه للاتصال مختلف مشاريع خدمات هي تير بلان قلناها نسيت شي حاجه قولوا لي كان نسيت حاجه سوبر سوبر دارس 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 التركيز رفع في الدارس اقتناء رفع ما هو تعرف كاش في الاتجاه في الديسكسيون يس بلاد الديسكسيون التركيز على الدرس وقاعدة 5 سنين 6 سنين حتى الوين عارف الاشكال هذا باش هذا باش يتم اخذ على مش تو في الدراسة باش تبدا حاضر انت في احنا تو نكون تركيز راح هذيك زاد اللي تترم دي فرونس لها سبيسيال دراسة أخرى لا أنت سامحني بربي جوست بالسؤال عندي Les petites mises au point, les petites mises au point, si vos besoins que vous allez demander, tout simplement, ils peuvent être satisfaits à l'intérieur du corps existant, vu l'extension possible après la réalisation des travaux de protection, c'est une chose. Si vous,
ces besoins-là n'y peuvent pas être satisfaits, alors là, pour justifier, même demande d'inscription du projet dans le budget, il faut faire les études vraiment très très grosses, comme très poussées. D'abord, les études de faisabilité économique, qui va tenir compte de toutes les régions et de tout ça, parce que maintenant, on ne se contente pas d'un site. Maintenant, on regarde toutes les régions. C'est une chose. Vu les autres activités qui peuvent influencer aussi cette extension. Et par la suite, si cette étude démontrera qu'il faut créer les nouveaux bassins d'accession, il faudra refaire toutes les études détaillées. Les études hydrauliques, les études sédimentologiques, avec toutes les modélisations possibles et prévisibles. Ça, c'est une chose. Alors là, ça va durer. Parce que pour inscrire ce projet aussi, ça va demander. Il faut même la demande d'inscription de ce projet qui doit être bien appuyée. Sinon, c'est comme le plan directeur ne prévoit pas l'agrandissement de l'ensemble du port, ça veut dire que ça sera vraiment très difficile, dépend du temps et du montant, de justifier le projet. Tandis que si on se contente, si, ça veut dire que les besoins d'extension peuvent être satisfaits à l'intérieur de l'existant, ça c'est l'autre chose. Ça sera beaucoup plus facile. Et plus rapide. Jamais c'est un point décisif. فما حاجه هو انه معناها مقراها يظهر لي كمعناها مقراها فما نقطه يلزم معناها قاعد تقولها الناس الكل خاصه تو كي اثرتها خاصه انه برد صياده بالنسبه للتجهيزات اللي حكوا عليها تنجم تجي ابونتمون دارس ينجم تجي اذا مش نخرجوا لبرا راهو فما دراسه ديجا انطلقت تو تاع خليج المنستير اذا كان الاكستنسيون مش تصير الى ندرا مش يتعارضوا إلى ندرا مش يتفاهموا، شوف أنت دراسة أخرى متى مش تخرج. والدراسة هذه اللي قاعدة أنكور توا ديجا تلانسات، معناها كان مقرا ديجا عارفوا حتى شكون، مش يبدأ الدراسة خارج المونستير. إلى ندرا هو مش يحط في راسه أنه معناها مش تزاد، مش يتزاد البرتغال ما يتزادش. معناها بريمون هذه هي معناها نلقى باش تولي نقطة ويظهر لي أعز حل كما قريته أسرع شيء هو أنه يكون الانتريور ديال البرتغال. الانتريور مش فكر ايش تحط أنت حتى الرافعة. لا لا بالنسبة للتير بلان تنجم بالنسبة للتير بلان تنجم عادي ناخر محرر هي التير بلان هي بيدها مش بطبيعتها معناها الدراسة الأخرى اللي تو ده هي بطبيعتها عندها دي تير بلان هي بيدها بالدراسة الأخرى فما دي تير بلان موجودين تنجم أنت تجي لاصق البورد كما عملنا تو كما عملنا في بورد بولبا كان بريفي بشي يوسع ما نقطع في الدراسه كان معناها السويد دو وقت بالضبط وقت طلبونا في هكتار ونص بالنسبه للدي بلاير وديجا ما نلقى موافقين ما عندنا حتى اشكال ولا فما هكتار ونص انتم زاد كيف كيف غدوه الدراسه وقت مش تبقى لك انت وانا نقول لك ولا تابع البور ماهوش مشكل كيما قلت انت على خاطر مشكل الكيش زيدوه كان الشرق شغل رصيف دونك فماش توسع عندي في حمايه الرياح نرجع للبلور القديم اللي عملها دراسه قديمه معناها في نفس البورد نعتبر زاد وكي يخشي ولا رصيد فقط معناها اذا كان هي مش الوحيد هي تربى معناها ما يشبه تربى ما يشبهش تربى هذاك بزاف زاد كريم زاد هذاك زاد موجود نحن نحبوا بالدور رصيد فقط والله نرجع كلام سيري ذا عاشوا في كلام عقلي سيري ذا معناها قال هو يعرف هو خاطر في ذهنه وعنده الكيب الاولانيه شنو صار فيها وزاد التجهيز كيف كيف تعرف الكيب الاولانيه تاع الحماية تاع البناء شنو فيها؟ معناها احنا مانيش نتكلموا اليوم على برج صيادة هذاك هو. احنا عندنا ايديود تعملت على اساس توسيعة البرج. فما حوض اخر جديد، وفما دراجاج، وفما بروفي دي دراجاج. بنينا على دراجاج مش مشكل. دونك واحنا بنينا على الشيء هذاك، وكما قال سيدي ضار، هو احنا الإدارة على بروفي معناتها إمكانية توسيعة البرج من الأول في الايديود تاع الحماية. دونك احنا مانيش من فضاء من فراغ اليوم نقترحوا في الواحد هذا احنا مشينا ما دام خاطر دخلتنا بعضنا شويه معناتها في الفكره اللي جابتها هي احنا باش نبداو مركزين امورنا كما قال سي رضا عندنا احنا انتيود بتاع توسعه بتاع حمايه فيها بروبوزيسيون فاريونت ريدوني
احنا اليوم جينا كتنسيقيه وكبحاره وكذا زدنا عليها المرجوعه ما فماش حتى ضبابيه كل شيء واضح احنا اليوم كما قال سي رضا الامور واضحه لي كومبوزونط المطالب المطلب لي دوموند معناتها واضحين شنو هما يا خويا معناها هو ثلاثه ولا كاتر ايليمون هاد نقوموا كوزاره التجهيز باللازم وبعد تالي معناها يعني تقيموا قداش لازم للدراسه هذه وتنطلق الدراسه وما نقوموا باللازم. علاش اخبار جديده على السماشات ثاني الفرد هو بيت كان ما فماش حاجه موجوده في الصوره وقلنا بنينا احنا على الوعود عشان نحكوا راسي انت موجود عندك حرج عاد وما نعرفش ما كانش وردوه وردوا فيها كي منا وكي منا كيما عرفتونا نحافظوا على ديك بلاد سكوندير ردوا فيها دو كي منا اللي كنربحوا في كذا ونزيدوا هاك الزياده هذيك دونك اون فاكري ديك بروتكتريس من الكوتي سود هذا المقترح نتاعو هذاك باش تقول لي فيه معناتها اعاده الدراسات نتاع التموجات خاطر التموجات تعمل على البلون القديم ثم اعاده حوجات مش انا اللي باش ندخل فيها في التفصيل وخير التجهيز واللي عرفوا كيف تبدل اي وليد دونك اسكو احنا خلينا نبداو واضحين ما نقولوش بعداش ما فهمناش ولا ما فهمناش بعض اذا كان في هيك في هيك جوست معناتها الطلب نتاعو نتاع التركيز الراقي اضافه ارصفه للارسال واضافه خاطر التربيه كما قال بس حسين حتى الدراسه الاخرى ثم ان بروي صورة بعد شيء ديبوزي بلاصه اخرى دونك نجم نقوم الدراسه الاخرى ونرجع بربي ثم تعليم كما نسمع فيه بورت قصيبه ما عندهم حتى شيء يعملوا لهم بورت هذه ما عادش نحب نلزمها لانه جاي في ظروف معينه في كذا وزاره الصحه ما عملت حتى شيء الدوله عامه ما سالش مربوح للناس كل كي وتوا ولات عندنا طالبات اخرى تبنت عليه واحنا ماناش كل واحد باش يطلب معناتها الحوايج معقوله نمشيو فيها الحوايج معقوله نفهموا الناس ماهيش معقوله على الاقل تو حنين رانا نتفاعلوا مع العباد راهي تبدلت الطريقه القديمه وكذا عوض المقاربه التجريبيه احنا كاداره ممنين بها قولا وفعلا تو خلينا نجي جوري ونشوف كيفاش نمشي يا سيدي هذه باش نعملوها سي بيان اللي قالته مدام الفاري راهي سي بريسي راهي اسمع باش ما بعداش نبداو واضحين من المال من الاول راه اذا كان باش تدخل في تقول لي الكوب وطول الوحده ده تختلف تماما على دي ترافو في وسط الوحده هذيك تو سي تانو دو شوازير وديما راهو في الحل انت هو في حل هذا في حل بتاع ادويه يا رسول الله يعملوا ادويه يعملوا بيلون بينيفيس ريسك اذا كان البينيفيس اكثر من ريسك يهبطوا هو في ريسك دونك ديما ثم راهو في اي مقاربه نتاع كذا ثم البيلون نتاع شو كذا دونك خلينا بربي ما نزيدوش نتحلوا برشا بكل ديتاي بكل دقه باش ما بعدش نقولوا ما فهمناش بعضنا بكل دقه اسكو نزيدوا الدراسه التقليديه لاضافه الرافعه هذه والتربلان تربلان بوندو دراجاج نعملوا بعدش نتفاهموا فيه في وسط الدراسه ماهيش مشكله والاضافه الارصفه راهو بعداش الكيوب باش تكون قد نضيفوا ارصفه قداش بالبروندور احنا باش تجي الاضافه في 3 متر باش تجي هذيك بربي ثم ملاحظه عامه هذه نرجع باقي نسمع فيها ونجاوبوا عليها وباقي ترجع تتكرر اللي هي اكدي الكيم غادي اللي هو دراجي امون دي متر نقولوا نهبطوا تو نحفروا الموتوا يا ودي لا هو تبنى وتعمل قاعد تتقال ما تنجمش ما عادش معاوي كلام زي اما احنا كي نربحوا شيء على جديد باش تولي نربحوا الحمايه وعلاش توا انيفيكاس وما هوش كلام على خاطر حكايه بسيطه فيه ساعه حكايه بسيطه فيه ساعه فيه بعض التجهيزات ناقصه اللي هي بسيطه هذه في الوطن في السياره تاع الميكانيك تاع التعبان فيه حكايه الحمايه اللي مش كافيه في كيبدا الريح يصب بالشرش مش بالشلوك كيبدا من غادي قبل المشي هذيك يولي يتعدى فوق الواحد تبدا انت حتى تمشي على رجليك تتبل الفريق فهم كذا دونك باش يتعلى بالموجود في الدراسه دي باش يتعلى في الترونسون الاولى باش يتعلى اكثر من الترونسون الاخرى اللي هي قريب كي دونك نافع في بعد الاعتبار كي يولي محكم وتولي فيه الان تاع الارسال كل فليك نتاع البيش كوتير اكل كبار شويه باش يولي وغادي تولي الرصيف اللي عندنا تو ديجا باش يولي يوصل الضغط يوصل الضغط
مع الاضافه تولي تحل الاشكاليه وتولي وقتها نلقاو مستحسين ومش معنا نلقاو بلاصه كيما يلزم مثال تهيئه اي ميناء بلاصه خاصه للتزود بالوقود وبلاصه خاصه لانزال الاسماك مولي بورتنا مثالي كيما كتبتوا هنا بورت مثالي وكان رانا كلنا نصبوا الحوايج هذيا وراهو تو بقطع النظر عن البنيه هكذا راهي سياسه وزاره الفلاحه سياسه وزاره الفلاحه بكل قوه تحب ترجع لاعاده منظومه التاهيل اللي تقريبا تلاشات في كل انحاء الجمهوريه ولينا احنا مهدين كدوله حتى بصادراتنا غير الوضع تو الحساس تاع البلاد وعندنا العلاقات المتميزه شويه مع شريكنا كذا ماهوش قاعدين شادين صحيح في الوقت كذا اما رانا منظومه التاهيل كل قاعده تلاشى تو كي نعملوا احنا هذا باش يسمح لنا باش نرجعوا نحيوا منظومه التاهيل نتاعنا في بورتو كيما نحبوا نعملوا بلاصه اخرى دونك ماهيش منسيه هذه هذه معناها ما نعملوش توا ما نعملوش توا معناها المخرجات نتاع الريونيون تاعنا تحبوا انتيريورمون معناها نعملوا توا المخرجات نتاع الريونيون اللي عملناها اليوم معناها نعملوا معناها ام تي بي بي سومير فهمتني نكتبوها مع بعضنا كان نحبوا ونعملوا واحده نحطوا فيه الاجراءات معناها العاجله اللي هي تنجم تقوم بها معناها وكاله الموانئ وتجهيزات سيد البحر فهمتني معناها اللي هما عاديين من بعد نحطوا لكونه هو هذوما راهم يدخلوا في معناها الحاجيات اللي تنجم تلبيهم التجهيز وهذه اللي هي رافعه راهي ماهيش تابعه للتجهيز تابعه للماليه ولا تابعه ما نعرفش شنو تنجموا تعملون انتوما والحاجه الاخرى اللي هي نتاع تخريج الوحده للناس الكل موافقين عليه لكونه يلزموا يخرج هذا راهو مش تابع معناها ما نجموش نحكيو فيه في الموضوع نتاعنا اليوم راهو نحكيو فيه في مرحله اخرى هذا تقريبا نجمو نكتبوه فهمتني وبالنسبه لل معناها الكرياسيون نتاع التير بلان هي بطبيعتها باش تدخل في مشروع كامل اللي هو حمايه خليج المنستير الا بطبيعته يخمم في كرياسيون دو تير بلان فهمتني الموجود معناها ديجا معناها هذاك ينجم يتكامل هذا شنو النجم؟ مقترح كما قال سي اسعد بكري. اي. فما دي فاريونت كما قال باش نحطوا دي فاريونت مش معناها فاريونت واحده باش نحطها قدامه. شنو معناها كما قلنا رايكم هو انه معناها كما قال توا لي تيرم دي ريفيرونس معناها يحضروا تجهيز ويقول لك اذا كان معناها كما قلنا باش توسع في البار شوف التكلفه شوف الوقت شوف كذا شوف لي زيتود اللي باش تصير. واذا كان مش نعملوا هذوك هما سا سوفي بالنسبه باش نتموا مهمة ها شنو يصير وهكا لازم ناخذ ديسيزيون معناها كما نقول ديفينيتيف هذا ديريكت توا هذا ولا لا هما توا باش ياخذ مثلا ريفيرونس على اساس هذاك معناها كما قال شوف دو فاريونت فاريونت انه على اساس انه باش تزاد الحوايج اللي انتم تكلموا عليها والا ولا الانتيريور دو بور هو كل الانتيريور ريفيرونس انا كذا دو بور هو اللي كان باش نبدو في الريال ناجمون تاع الوسط في البرد ريال ناجمون شو معنى وسط البرد الحالي وسط باسير لا بالباسيل يعني حتى في البارتي تاع البروتكسيون باش نعملوها هذيك الكل هذيك حتى البارتي باش نزيدوها نعتبروها موجوده حاليا موجوده كان باش نبدو في وسط لونسانت هذاك داخليا لي سيتود باش تنقصنا برشا الاشياء باش تنقص اما كان باش نخمم ولا بيزوان تولي كبيره برشا دو تيل سورت باش نخرجوا على لونسانت شكل هذه لهنا شنو لا يا مسامع سامع بلاش استحضر باش نعمل المركز ديالك شوف احنا بالنسبه لنا كتسليك باش نعمل كيفاش كانت فكرتك كيفاش كانت معناها المقابله نتاعنا قلت لك الجوده صارت اللي هي حمايه الناس صغيره من التموجات ناخذ الدراسه دي باش نبنيو على يعني باش نقعد ديما في كل وسط الاكسبيريمنتال هذاك وبنينا عليه يعني مش باش نطيشات دراسه الاولى باش نصير دراسه جديده فخرجان برا من برا ومن برا هذا هو شنو هذا كانت فيه بيزوان برك اللي هو مطلب برك اللي هو حمايه المراكب زدنا فيهم كانت كومبوزون صغيره فيهم حاجات تابعينكم انتم معناها تنجموا تحطوا قلتوا معناها فما حاجات ما عجبتكمش تابعينكم لا تابعينكم نجموا نخدموا احنا مش تابعينكم نشوفوا شكون الاداره اللي مسؤول عليهم ونخدموا
هذاك كان بروغرامين هنا مادام هو بيد كان بروغرامين هو احنا Sinon, vous devez batailler pour inscrire le projet dans le budget. S'il s'agit d'extension qui va sortir du port existant, il faut d'abord que vous faites l'inscrire ce projet dans le budget. Sinon, on ne pourra rien faire. Oui, madame Raffaele, juste dans ce schéma, la page 10, à votre avis, vous avez À l'extérieur de bourse, c'est la proposition de créer le terre-plan. Ah, terre-plan, c'est ça. À l'extérieur, mais c'est déjà à l'extérieur. Mais madame, nous avons obtenu avant l'autorisation de laisser bon ordre. C'est pas la création de terre-plan. Oui, c'est pas la création de terre-plan, parce qu'il n'y a pas de classement. C'est l'autre chose. Bon. وفي الوحدة نتاع لاباج البروجي نتاع لاباج اللي تشرف عليه وزارة التجهيز للإدارة العامة للموارد البحرية ولا فهمتني فماش كرياسيون دو تربلان هنا؟ إي تربلان ما يقعدوا تابعين ديما للدي بي إم يدخلوش في الدي بي إم فوالا باهي يقعدوا تابعين جوستومون ما نجموش نعملوهم لكن احنا إذا كان عندنا تربلان لغاديكا خلينا نحكيوا واحد معناها دون فاسون معناها امبيريك اذا كان عندنا تير بلان بروكسيميتي نتاع بور مع جنب البور وفما بيزوان في وسط البور شنو اللي يمنع لي بيزوان كي نون با ايتي ايدنتيفي بار لو بلان ديريكتور سا فا دير كيل بوري فير توت لي زيتود ايكونوميك كريتيك بور توت لي ريجون بور ديمونتري احنا كنا في وسط البرج وين انت حسب رايك على الانتيريور عندنا ليكستنسيون جديده ما فهمتش سباس تاع الحركه وحتى اذا كان عندنا فين باش تحطهم البلاي؟
بالله راهو مش صغير مناقشات في الاتجاه الاخر. سي سا لا بوليتيك دي تي لا بوليتيك سي سي با على كل حال احنا البروجي هذا نتاعنا اون لو دوموند كيما هو من بعد لي دولي احنا ناخذ تو لي ريسك اون برون تو لي ريسك واضح وبعد لي لا وانا خلي مدام اذا كان باش نقعدوا 10 سنين اخرين مش مشكله اما نوصل حاجه تصوروا في البال ما سميش حتى اشكال المشكل كلها كما قلنا راهو ثم خطوه يلزمنا نحاولوا نقنعوا ثم دي ديسيدير اخرين اكثر منا نحكي باسمها بالنسبه للمنظمه اللي فات كل شيء اللجنه العليا للسخطات وزاره الماليه اللي في وسط الفلاحه ولا البرة فما ضد وزارات ماليه لا 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 سيو سنة ثم أنبجمة معين اللي عادي بتاع المنطقة ككل أخذ بعين الاعتبار المنطقة ككل المنطقة ككل اللي هو فما توا إحداث نتاع معناها عاصمة مينائية اسمها تبلبة توا تغطي عن ناس الكل تغطي عن ناس الكل في الحفر فهمني مثالش معناها هي تسمح باش الواحد حتى ليبيا من غادي ما عادش عندنا حتى مشكل ما عادش عندنا حتى مشكل دونك هذا باش نعملوا هذا الكلام اللي ما نحبوش نسمعوا على مش لانه هذاك هو اللي حرب احنا هون احنا اقنعنا الوزير كل ما نعمل ما نعملش 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 Je vous demande, tous ces besoins-là, vous avez déterminé sur laquelle base? Parce que quand on fait inscrire le projet, ça doit être une base solide. Vous croyez que votre platine dans le site va évoluer de manière extensive comme ça? Que la platine va évoluer potentiellement? Non. Quel poisson vous allez attraper? Quel poisson on a attrapé? C'est que normalement, les études d'extension de tous les... On n'y parle plus déjà de création de nouveaux ports. Même les extensions, il faut les bien justifier par ce que vous allez attraper. Oui, justement. Ben, voilà. Dans ce cadre, madame Raphaël, Brody, quel est le terme de référence qui indique que la production du poisson se fait dans le marché et ne se fait pas dans les barques, sur le production. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je peux vous expliquer comment on fait les études critiques pour déterminer les besoins. On prend l'air d'influence du port, on évalue la masse benthique, et en fonction de ça, on détermine le nombre maximal de barques qui peuvent avoir. C'est pourquoi je vous dis que qui vous a dit que ce que vous demandez ou quoi que ce soit, c'est juste. Il faut pas. Mais nous avons bien montré tout à l'heure. C'est déjà là. C'est pas sur des chiffres. D'après ce que moi, franchement, ce que moi, j'ai vu sur le terrain,
les besoins qu'on peut facilement satisfaire à l'intérieur du port. C'est-à-dire avec le réaménagement. Avec le réaménagement et bonne organisation de l'exploitation. Il y a madame M. Salminé, Brebé, il fait une l'entretien des parcours. L'entretien des parcours. Je vous avais dit que l'extension de Terre-Plein, on peut le faire avec réaménagement et les petites rangées. C'est possible. D'accord, s'il y aura l'augmentation des grands parcs, c'est au détriment des petits parcs qui vont disparaître. Ils ne vont pas disparaître, on est en expansion, les gens ils achètent des parcs. Qui achète les bars? رانا باش نعملوا هكا يا ودي عاد كيما نعملوش دراسه كيما نعملوا كده راهي الدراسه هي
qu'on a dépassé les prérogatives de notre union. Pour ce qui est ceux qui vous demandez, ça nous dépasse. هذه نتاع تحديد الحاجيات. تحديد الحاجيات مش شو خاطر تعمل غاليك وقتها انت عندك شريط ساحل بدل
ديفيغوري ديفيغوري بالتدخل البشري العشوائي المتوحش. ايه ما تبدلش السيستم كله يتبدل راهو قداش يتبدل يتبدل ما تبدلش. ايه ما نسمحش روحي باش نقول لاني مانيش مختص في بعض اللي يحتمل يتبدل برشا يحتمل يتبدل شو يحتمل يتبدل برشا خليه الناس الواحد هو اللي يكون واحنا راهو مع لا باش معاك نفس الاتجاه اما نحكيو على الدركاج تحكي عليه نحكيو عليه الكلام باش تحط من شباب كذا نخش الكلام باش تحط فهمني على اليسار وتو باش تحط دخل في راسك جديد دخل تاني وسراو وخيات قاعدين يقولوا خبراو فما واحد مجال تاخذ النجم الاداري وعاد الشباب اللي ما سمعش انا في الساحه الحين هذوما قالوا لي انا بنجي من غادي البروجي بتاعك صح النجم يتحط لو ماش حاسس مش توقف العمل الاسماء كبير وخيات خيات كي قالوا لهم راهي ثم حجات كي نقول راهي ثم اتاك ادمنستراتيف تاخذ برشا وقت راه الناس يقولوا بارك الله فيك من الباتوره مش نقول نقول ما هوش واخد موقف راه نبهونا الاجراءات الاداريه تما حتى يقول لك راه بور مش لعبه نحكيو كما الدكتور زياد بور راه مش وحده مش وحده هو منفرد راه مش معزول على المحيط تاعو دونك راهي الدراسه تول ترون ديريكتور بكل مش بكل الايجابيه بكل النقائص تاعو هو بلون ديريكتور تاع كم دولة ولكن هو ما نجموش يصير هو اللي يخدم في الضبة بيصير بلون ديريكتور والبلون ديريكتور تاعش كيف يتعمل على لي بيزوان وعلى البيزوان تاعنا اون فونكسيون دي استراتيجي تاع الدولة والاستراتيجي تاع اللي هي تتبدل ساعات سيدي دي بتيت موديفيكاسيون اما ما تقوليش العكس ما تقوليش تمشي من نقيض للنقيض تم توجهات معينه تدخل دونك احنا قلت لكم اي مشروع هو كيبدا حامل في قيادته امكانيه ليفوليسيون تاعو ايفولوتيف يبدا ساهل كيبدا تعمل ظرف معين في بعض 4-5 سنين يولي ما عادش قادر باش يستوعب تو كل الادارات وكل المعهد اللي نتكلم عليها بس ما كل الناس يقراوا في حسابهم يقراوا في سو بروجي يشوفوا كذا اما بالنا اون سو بروجي الحكايه هي اللي نشكر عليها نحن حتى كل عند الدول من قبل اي سو بروجي يعمل كذا كذا كي سورا désuyé dans 4-5 ans. À la fin, les études, ça a fait des petites modifications. Mais, tous, tu as un peu de temps, 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 tu as un نحن توا ما عندناش التنفيذ، نحن ماشيين في واحد كذا وباقي نعملوا في الحكايه هذه، نسقوا في الاحداث، خلي الامور تجي تجي في بعضها. سقفوا فيها اللي هو. سقفوا فيها. قاعدين في فيها مثلا. لما جيت على معناها لو نحكيو على البلان ديريكتور، أو عندنا معناها الواحد نجم نقولوا شنو فيه بالضبط. فهمتني خاطر يظل سيدي دار معناها مع كل احتراماتي بالنسبه للكوليكي، فهمتني الحاجات توا في البزوان، فهمتني aujourd'hui 2025 2025 تقريب 130 طن في العام تجي الصيادله يقول لك لا تعمل 70 برك فهمني 70 طن في الواحد هذه اللي نعرف ان الباي تاع الباي يمشيو لبعيد اي ويصطاد يقولوا يصطاد الصياده ما عندوش ديك الكتب هذه معلومه اللي عندي المعلومه اللي عندك المعلومه اللي عندك مع كل احتراماتنا مع كل احتراماتنا اللي اعطاها لك مدى فهمني فيها شك ما هيش شك ربي لك دخل بارامتر هذا يتلقى معناها دي واحد في لي ستاتيستيك نتاع الوزاره تلقى معناها البيش كوتيير برك محسوبه على بورد صياده والبيش شوفور ماهيش محسوبه على بورد صياده دونك تولي زيد. هي إيه ولكن بربي سامحني مدام احنا تو الاداره العامه للسيد البحري والا وقت باش نهزوا قرن فلفل من الفقاطه ونبيعوه في سلمه ونبيعوه في